تمام. طبعا هعرج شوية على كلام الأستاذ إسلام في الإعلام وتكملة للموضوع، وقال له ذكر التلفزيون، وأنا طبعا ليا وقفة مع الكلام ده، لأن أنا أرى إن هناك إهدار شديد في اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومسبيره، وهذا الكم الهائل من القنوات الفضائية اللي يمكن محدش بيفتح عليها أو بيسمع منها حاجة. برغم ما يتفعله الاستاذ صفاء، في مجهود بيتقدم الحقيقه، يعني في مجهود بيتقدم، عشان انا يعني ضد انه حد انت طبعًا يبخس حق احد. انت طبعا بنت التلفزيون فلازم تدافع عنها، كل الشرف. انا بقول ان احنا زي اي دوله كلنا محتاجين قناه اولى وثانيه وقناه ناطقه بالانجليزيه، والباقي ده يتم طرحه للاستثمار. وعلشان نخفف شويه من الديون المتلتله اللي هي بتهدر في، وانا ما قلتش حد من الموظفين يمشي ولا حاجه، كله هياخد مرتبه وحافظه كامله، بس هذا الكم يجب ان يتم التصرف به محليا، ما يتباعش حتى بحاجه يعني ممكن يستغلها حد من خارج مصر. الحاجه الثانيه برضو الصحف القوميه، لاول مره طبعا الرئيس بيجتمع بالصحف القوميه وبيعمل معاهم حديث، لكن لما خص، يمكن ده كان تعليق على انه لما خص لقاء تلفزيوني كان خاص احد القنوات الخاصه، فقالوا له يا ريس انت المفروض تخص تلفزيون الدوله، فالمره دي كانت الصحف القوميه. وهناك يعني الصحف القوميه كل الوزارات عندها كم هائل من، اصل انا برجع تاني لقصه شد الحزام، يعني اذا كنا بنقول للشعب شد الحزام، مش معقول اقول للشعب شد الحزام وقرض صندوق النقد ووفر شويه وكهرباء شويه واطفي المكيف واطفي مش عارف ايه، والمسؤولين بيشدوا حزام المرسيدس. مش ممكن يعني نص السيارات الحكوميه اللي موجوده في كل الوزارات والهيئات